عبد الله العلي العظيم الى جيت مع الصباح هنايا ملي شفت الرحاله ديال الدراجات الله الا عجبني الحال عرفتي واحد مخيمين وملي جيت نسولك لقيت كل واحد من المدينه شي من الشرق شي من الجنوب شي من الشمال شي وانت جيت انت على المطار من هذا حب هذا كاين ولاد بلادي وقالوا لي جي ما غنقولش لا ما غادي نقولش لا لانه علاش انا كنحب كل من هو مغربي الحمد كل من هو مغربي لله وتحيه لك السي الدين الله يحفظك كنعرفوك مناضل ناس زوينين وناس زوينين دائما سلام تحيه السي مصطفى فين غادي اخويا دابا غادي ان شاء الله قال لك السيدي واحد البراج ديال واد المال حسين واد المال اش غتقول لنا هذا الصباح السيدي كنحيي الجميع وعلى راسهم السي يوسف القص رئيس نادي وفاق تيت ملي وكنشكر جميع السلطه المحليه وجميع الناس المنظمين باش كتوصي الدراجين دابا كيفاش خصهم يمشيو شويه بشويه دابا يمشيو بشويه ويتسنطوا للقيد ديالنا ويبقاو غاديين مجموعين ان شاء الله ويتسنطوا للسيد اللي غادي يكون ان شاء الله جاي للقافله ان شاء الله ونتمنوا السلامه للجميع والسلامه هي كل شيء امين اخوان الله يخليكم راه يكونوا معنا الامن غيكون السيد بالموطور غنمشيو جوج ورا جوج اللي عندهم الكروسه طويله وهذا الى اخره يبقاو الله الله يخليكم غتوصلهم النوبه انت غنمشيو جوج جوج ان شاء الله هذوك اللي من موراهم ملي غنوصلوا الكيلومتر نضربوا كيلومتر غيخرجوا دوك الجوج غيجيو بحال غيوليو هذو اللي من موراهم هما اللي في الراس باش كلشي يستافد من الراس كلشي يتصور لقدام وصلوا دي الصوت غنتفرقوا غنوليو واحد واحد نخليو المسافه بعضياتنا دي الصوت كاين اللي عنده الفكره غتمشي كاين اللي تنتقل كاين اللي خايف من دي الصوت كاين اللي غيفراني كاين هذا ولهذا غنمشيو واحد واحد نوصلوا دي الصوت كذلك العقبه العقبه ثاني غنمشيو واحد واحد علاش لان غتكون الطريق فيها لالي ورجور حي من الطريق 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 هاي افريقيا الله يحفظك فركلا الابطال الابطال ديالنا بناني يدخل للصف صاحبي صف صف احيي الموسيقى سي براشد السلام عليكم تحيه تحيه للمحمدية الناس المحمدية تبارك الله الناس في المنصورية ومن جوارة هما حاج بركة والأخ وفطومة حياتي يحفظك ليا شباب حياتي سير 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 سلام هنجا الله عليك الله يحفظك
تحياتي الله يحفظك. زيد اخويا زيد 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 تحياتي الرئيس الله بالراشد شكرا. زيد السي حسن سير السي حسن سير سير شوية الله إلا حبسوك يا وليدي والد جري هالشي حبسوك دابا ها كيديروا شي حاجه زعما مزيانه الحمد لله على كل حال الحمد لله وهذا من فضل ربي. كبر الدوره كبر الدوره اش جوج اه الشباب تحياتي شكرا. دابا مزيان مزيان يحفظك شباب أزرك فتش. اللهم لك الحمد. شكرا لكم جميعا. شكرا. شكرا. شكرا جميعا. شكرا لكم جميعا. دابا فين نوقفوا فين قررتم؟ أنا نشوفوا دابا سي عبد الكبير. فين بلايصة تكون مقادة. يا ريت شي بلايصة فيها تطلع حسن. مقادة ما تلقاش تطلع. مقادة. نشوفوا شي بلايصة. مالك شي بلايصة مقادة كي هو قادة معنا كاع. احنا وصلنا لسد واد الملح. هذا السد هذا اللي فيه عدد ديال الانشطه حاليا. كل شيء كيتصور كل شيء ناشط كل شيء بخير وعلى خير. مرحبا بكم الف مرحبا. مرحبا بالدراج ديالنا البطاله هو وصلت هو. بارك الله عليك. المغرب زين. ايوا ماشي مزيان. بلادنا زينه. اللي عنده الفلوس يتسالى المغرب عاد يمشي لاوروبا. داكشي اللي عاد يمشي خارج المغرب. غير هو انا دابا واحد القضيه انا نقدر نقول لك واحد المساله حيت السفر ماشي هو تشوف وانما السفر هو التلاقح بين اراء وافكار كتاخذ تجارب كتاخذ ما يمكنش لك تبقى انت في المغرب وكتقول انا راه المغرب خاصك تساريه تساريه مزيان ولكن مزيان تخرج تشوف ناس ما تساريش بلاد بغيت تتسارى في بلاد اخرى. حنا ما كنهضروا دابا على ثقافات حيت الا مشيتي برا كتشوف ثقافات اخرى كتشوف ثقافات ياك كتشوف ثقافات كتستافد منها كتشوف هذوك كيفاش عايشين ربما انه فاتونا بشي حوايج اللي بصح ماشي ما فاتوناش فاتونا حوايج بساط حنا عندنا ولكن ما كنطبقوش اذا ملي كتشوفهم كتجي كتطبق حتى خارج المغرفين تقدر مثلا شهر تما تدوزو ب 500 اورو هنا شهر تقدر تخسر فيه مليون ونص. شوف الانسان كيف ما قلنا يجول فين ما مشى مزيان سير هوك سير هوك سير هوك سير هوك سيحو تصيحو ايوا ياك ولا لا سيحو تصيحو